والآن مع أخبار الطقس نتحول فيها من جديد إلى محمد عبدالله. شكراً هيبة وشكراً إيمان. أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة متوقعة غداً إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفي بيالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى: القاهرة 17-10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-10، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 18-9، السويس 18-11، العريش 18-11، وطابة 21-11، وشرم الشيخ 22-13، والغردقة 22-13، وإلى الأقصر 20-9، وأسوان 21-10، والوادي الجديد 22-9، وشلاتين 25-15، وأخيراً حلايب 23-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.